سيدتي اليوم، يا هيه عنف لفظي ضد المرأة، كيف هي سبل الحماية المجتمعية منه؟ لاعب الخفة صالح العبيدي يحل ضيفا بألاعيب جديدة. الفنان سلطان المحسن يطرب استديو سيدتي بصوته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، حنكون معكم لمدة ساعتين وفقرات متنوعة وممتعة. بداية اسمحوا لي أرحب بزميلاتي في الاستوديو. مرحبا ريم. أهلا غزل، مساء الخير. سرحانة في إيش؟ سرحانة الواضح إن ريم يا رب غزل وحشتنا بها يومين، يعني منورة يا غزل حبيبتي أنت. كيف عنك؟ إن شاء الله صارت أحسن الحمد لله، إن شاء الله نقول أحسن بإذن الله إن شاء الله. حبيبتي كيف حالك؟ أنت طمنيني عنك، وحشتوني كلكم فعلا، ما تتخيلوا قديش أنا صح غبت عنكم يومين، بس مفتقدتكم حسيتها كأنها شهرين من جد. قديش إحنا تعودنا على شغلنا وقديش أصبح جزء من حياتنا، إنه اليوم اللي حتى ناخذ فيه أوف نحس إنه في شيء غلط. لا وقديش أنتوا صرتوا جزء يعني من حياتي، فعلا افتقدكم. يعني انا صح كنت اوف يومين، بس اول ما تجي الساعه 5 تلاقيني اول حاجه افتحها اشوف البنات. اوكي ريم، عبير، رؤى، طمنتي علينا. طمنت عليكم انكم انتم موجودين وكلكم الحمد لله بصحه وعافيه. الحمد لله ان شاء الله دائما يا رب. ان شاء الله يا رب. طيب عبوره، انا عبوره على طول عرفت. كنت ابغى اسال على موضوع الشغل وكيف يقدر ممكن الشغل ياثر في حياتك. والله شوفي، هو كثير ناس يقولوا لك يعني لما اذا كنت يعني بتشتغلي حاولي دائما مثلا تتركي مشاكلك الاسريه عند باب الشغل، ونفس الشيء لما ترجعي بيتك تتركي مشاكلك العمليه عند باب بيتك. بس للامانه يعني مهما حاولتي تحسي انه انت ما تقدري الا ما يعني شغلك يكون له تاثير شويه على البيت او بيتك على حياتك. صحيح. حتى مثلا لو مثلا عندك مشاكل في البيت تجي مثلا على شغلك تحس احيانا انك انت داون او مثلا ستريس. أيوه. متضايقه، ما ادري، انا ما احس نفسي انه انا من الناس اللي اقدر افصل 100%. شوفي هو اوكي تقدري تفصلي، بس انه في تحسي ايام مثلا الضغط كان لود عالي شويه فتحسي انك خلاص هتنفجري. يعني في ايام بتقدري تفصلي فيها اكيد، وفي ايام بتحس انه شويه يعني بتدخلي دي في دي، صح؟ الى حد ما. ريم، والله أنا كإنسانة محترفة أقول إنه مهما كان شغلي ما يأثر على بيتي ولا بيتي، ما راح أكذب طبعا. يأثر وبقوة للأسف، يعني إنه دبي أقول لك إيش محترفة يعني. لا للأسف، على قد ما الواحد يحاول يفصل إلا ما يأثر، يعني خصوصا إذا كان في ضغوط كثير في العمل، الإنسان يحتاج يومين إجازة، يحتاج إنه يوفق بين البيت والشغل. وأهم شيء كمان إنه صحيح إحنا بنشتغل بإخلاص وبذمة، بس برضه إنه لا يأثر على صحتنا، هذا اهم شيء. يعني هذا اهم شيء من الضغط والسكر والحاجات دي. الصحه. وفي يعني جوله في اخبار سيدتي، الخبر الاول معنا للاسف الشديد انه الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ امراض القلب وقسطره الشرايين كشف عن حاله شاهدها الاسبوع الماضي تمثلت في تعرض موظف لجلطه بالقلب بسبب غضبه الشديد بعد خلاف عمل. ايش رايكم؟ لا وليه؟ لا انت تعرفي ليش المشكله صارت؟ لانه رفض يعطيه اجازه. هذه هي المشكله. يعني انت متخيله يعني انا كنت مستنيه الليل منكم بس. ايوه لانه رفض، تخيل يعني لانه رفض يعطيه اجازه. يعني بالفعل اذا الموظف طلب اجازه، يعني واحد ما يقدم على ذا الطلب غير انه هو محتاجها، في عندي سبب. صح اني يمكن ما ابغى اسافر ولا شيء، بس عندي سبب نفسي، ابغى، انا مضطر اني اخذ الاجازه دي، ابغى اجلس في البيت يعني. وهذا اللي حصل مسكين مع الراجل، يعني يمكن الضغوط النفسيه والستريس الرجال انجرف يعني. انتوا تعرفوا انا مره من المرات في وحده اعرفها شغاله في شركه ما هنا في السعوديه، تقول لك اوكي في مثلا عندها اجازه سنويه، في عندها اجازه سيك ليف انه مثلا لو كانت مريضه اجازه مرضيه، وفي كذا مثلا حق ابو اربع خمس ايام معطينا هي. أيوه. انه يوم كذا صحيتي لقيتي نفسك ما انت في المود انك تبغي تداومي، لا انت تعبانه ولا انت مريضه ولا عندك مثلا اجازتك السنويه، بس صحيتي ام نوت ان ذا مود، خلاص لا تيجي. يعني بصراحة هذه شركة بصراحة لها كل التقدير والاحترام طبعا، من جد يعني شيء بالضبط. بالذات الشغل إذا كان فيه علاقات مع الناس، يمكن زي حتى شغلنا إحنا إنه بنطلع التلفزيون كل يوم،
فلازم نكون لازم نكون بنفسيه حلوه عشان ما نجي للمشاهدين مثلا واحنا تعبانين ولا منفسنين على قولهم. فبرضه الواحد يحتاج هذه الاجازات. يعني هي الفكره انه يعني لما حتى الشخص ياخذ اجازه يرتاح فيها شوي يرجع بشكل ثاني، يعني لما يرجع للشغل مره ثانيه بعد الاجازه بنفسيه جديده بنشاط جديد يقدر يعطي شويه في شغله. يعني انا راجعه والله بنفسيه جديده، بس للاسف يعني راجعه بعيني ما جملتني يعني بعد ما يعني هو بيقولوا ارفقوا بمرؤوسيكم قدر ما تستطيعون، فما نزع الرفق من شيء الا شانه. صح مظبوط، اهم شيء الرحمه. صح، هذه هي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. حسي بي حسي بك ربنا. طيب ونروح للخبر الثاني. حيث وجه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بمنع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية للمرأة السعودية أو أي فئة أخرى. وحذرت الوزارة من استغلال اسم المملكة في العناوين للترويج لأعمال لا تتفق مع القيم والمعايير الأخلاقية اللي نصت عليها السياسة الإعلامية للمملكة. وشددت الوزارة بأن أي قناة تعرض أعمال مخالفة سيطبق بحقها النظام وتتم معاقبتها على هذه المخالفات. يعني كلام كبير، كلام حلو. يعني قديش احنا محتاجين انه صحيح طالع كثير اشياء طقطقة على الست السعودية. لا ولاحظي حتى مثلا في السوشيال ميديا اي حاجة مثلا كده سعوديات تلاقي كل الانظار متوجهة عليه انه اوه ايش في ايش في مشكلة مثلا عند السعوديات، ايش في مصيبة تخص السعوديات، ايش في يعني لا قدر الله مثلا فضيحة تخص السعوديات. ليش دائما يكونوا على قولتهم في جنازة ونشبع فيها لطم اي حاجة تخص السعوديات؟ ويريتها صورة حقيقية بالزبط. يعني بيحطوا صور غير حقيقية. هو السعودية المرأة السعودية متعلمة ومثقفة وواصلة للعالمية يعني. فما ادري من فين جايبين انتوا هذه الطقطقة صراحة. ماني فاهمة. طبعا الحديث اكثر عن هذا القرار فيما يخص المسلسلات والاعمال الدرامية التي تتضمن الاساءة للنساء السعوديات، معانا عبر الهاتف الناقد محمد البشير. اهلا بك استاذ أهلين. محمد اهلا بك. اهلا بك وارحب بكم جميعا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ محمد. كناقد فني كيف وجدت هذا القرار؟ اولا اجل الدكتور عواد العواد كل القرارات التي تصب في مصلحه تنقيه الجو الدرامي او تنقيه الفضاء من اي اساءه. انا ضد ان يشار تحديدا ان تكون اساءه للمراه السعوديه او اي فئه اخرى رغم انها ضمنها، لكن هي اي اساءه تصدر باي شخص كان انسان او حتى حيوان هي مرفوضه. صحيح. يرفضها المجتمع، يرفضها المشاهد، يرفضها كل احد. هذا القرار جميل، خاصة أنني على اطلاع أن هناك ورش تعمل على القيام بإنشاء ميثاق أخلاقي للفضاء للمشاركات، ميثاق أخلاقي يوضع للجميع للمشاركات في السوشيال ميديا، في الإعلام، في كل شيء. هذه القرارات كلها تباعا تأتي لتصب لتنقية هذا الجو. كناقد لا أستطيع أن أحكم، خاصة أنه القرار كان مصحوبا بعد موجة خروج خبر مسلسل سعوديات. ايوه نعم. ايوه مسلسل سعوديات لا استطيع ان احكم عليه من دون مشاهدته، لكنه يعني لو حللتها من خلال التلقي، يعني مثل هذه الموجة تماما عملت عام 2006 بعد خروج رواية بنات الرياض. أيوه. يعني كأنني أتذكر الحادثة، خاصة أنني كانت رسالتي في الماجستير تلقي رواية سعودية في الصحافة وكانت هذه جزء من رسالتي. فهذا كان اليوم، كان ما أشبه اليوم بالبارحة. اليوم أيضا مسلسل يحمل هذا الاسم يثير شريحة من المجتمع، يتناوله كثير من المشاركين في تويتر. مثلا يعني على سبيل المثال ليس هؤلاء المشاركات يمثلون المرأة السعودية. نعم. أو يعني أيضا من جهة أخرى أين المرأة السعودية حقيقة في الدراما السعودية؟ طيب تفضل أستاذ محمد، راح يكون في تأثير على الأعمال الفنية القادمة هذا القرار؟ ممكن أيضا يعني كثرة المنع وكثرة موجة المنع هذه أيضا تلجم كثير من الإنتاج. يعني لا أستطيع أن أحكم على منتج قبل أن أرى مثلا نص السيناريو وبعدين أحكم أن هذا يمنع أو لا.
لكن استاذ محمد اللي وضح لي من القرار لما قرته زميلتي ريم انه الاشياء السلبيه يعني الاشياء الخاطئه اللي تطلع المراه السعوديه بشكل خاطئ وبشكل يعني مش محبوب لا هذا هو الممنوع، لكن في اعمال كثير ايجابيه هو قال انه اتس اوكي عادي تطلع. بالضبط هذا اللي اريده، لكن هذا ما اعلم كيف انها لا اعلم ملابسات الموضوع وكيف منع هذا تحديدا، او ان هل القرار حقيقه صدر بحق هذا المسلسل بعد الموجه. لكن انا ايضا اشدد ايضا على جهه اخرى يمكن انت تناولتوها في اثناء حواركم، حط اي شيء سعوديه وابد والناس تمشي تسويق هذا اي بالضبط، يعني خروجه بهذا المسمى يستفز الكثيرين، مثل يوم كانت بنات الرياض الاسم فقط يستفز. هي روايه استاذ سعوديات، هذه روايه اتوقع العليوي المؤلفه ساره العليوي بالضبط. طب ما دام انه في روايه اوريدي اصلا زي كده صادره باسم سعوديات، ليش اصلا صرح بيها وصار لها تصريح وصار رقم فسح وافسح عن هذه الروايه من الاساس؟ صحيح قبل ما تصير مسلسل. بالضبط لذلك انا اجيك بعض المرات الاسم يستفز. صح. البنات الرياض منعت 2005 وفسحت 2006. يعني الاسم يستفز. على ضوءه صار كل شيء يبيع سعودي، يعني حط سعوديات، حب في السعوديه، اي شيء سعودي، الحمام لا يطير في بريده، اي شيء منتج. حتى ان اذكر حادثه ذا كونسكيوسز اوف لاف، روايه للاريتيري سليمان ادونيا كتبت باللغه الانجليزيه، لما ترجمت ايش ترجموها؟ ايش؟ حب في جده. حب في جده ترجمت علشان تبيع، يعني صدرت عن دار الجمل. لكن الناشر راى ان لو قال عواقب الحب ما يبيع هذا الاسم. صحيح. لما اقول حب في جده يبيع. يعني المشكله لما يكون المراه السعوديه او الانسان او المواطن السعودي او الاسم السعوديه هو الهدف لتوجيه وللنشر وللتسويق. هذا ربما الذي يعني يستفز الكثيرين، حتى انه صار هاشتاج في تويتر تناوله الكثير من النقاد دون ان يرون العمل، دون ان يقرؤون الروايه، دون ان يشاهدون المسلسل. انا لا يعني سباقا المسلسلات الدراميه يعني هي من الهزاله كثير، ويعني نستبق الاحداث ان هناك اشياء كثيره، لكن لا احدد ان تكون موجه المنع لاجل المنع، وانما اوافق الدكتور عواد العواد ان يكون هناك مهنيه، ان تكون هناك اخلاقيه في اي بث واي انجاز عمل درامي. ربما نرتقي بالدراما السعوديه بانه نرتقي بالدراما العربيه عامه بالمشاهد والذائقه. طيب استاذ محمد، زي ما احنا نعرف انه الاعمال الدراميه في السعوديه مشاهده، وايضا الاعمال الكوميديه يعني مشاهده يعني بشكل كبير في المجتمع، وغالبا في الاعمال الكوميديه يعني تظهر المراه بصوره مسيئه حتى تظهر بقالب كوميدي. برايك هذا القرار كيف راح ياثر خصوصا على الاعمال الكوميديه؟ المراه بشكل عام. القرار انا يعني المفروض الان المراه كثيرا مكنت في قيادتها للسياره. صحيح. يعني صارت تدخل عن قريب الملاعب الرياضيه، ستكون شريكه ندا لند، ليس هناك ان تكون طرف الحلقه الاضعف حتى ان تكون هي الحلقه يعني هي التي تكون فاكهه النكته والنادره والطرفه. صح. لن تكون. صح. كذلك تخيل انها ستكون بقوه وستخرج بقوه وستشارك الرجل كتابه وانتاجا وظهورا على الشاشه. صحيح. عند في تلك الحاله لن اتخيل ان تكون المراه هي التي تكون هدف للاساءه وللتندر اطلاقا. طيب استاذ محمد، برايك ليش دائما يعني اغلب اي حاجه تخص المراه السعوديه بيصير عليها مثلا هاشتاج او بيصير عليها ترند او بيسلط الضوء عليها؟ هل لانه المراه السعوديه تعيش في مجتمع محافظ، فالكل من برا السعوديه او حول العالم عنده فضول انه يعرف كيف حياه المراه السعوديه؟ هذا الفضول قد يفسر بشكل خاطئ طبعا. بالضبط، يعني علشان كذا اقول لك بنات الرياض
ترجمت اكثر من 40 ترجمه، باعت من الملايين في الترجمات. ليش؟ لان ايضا المواطن من خارج المملكه العربيه السعوديه يمكن يراها انها كيف تعيش هذه المراه، وربما يقدم ان المرأة يشوفها مثلا أنتم على التلفزيون، هذه المرأة السعودية لا تختلف كثيرا عن أي مرأة أخرى في العالم، تسمع تحضر الحفلات مثل يعني قبل أيام في المملكة العربية السعودية، في الدمام، في جدة، في الرياض، لا فرق بينها وبين أي رجل. صحيح. هي التي ستقود سيارتها. نعم تأخرنا، لكن لا يمنع هذا التأخر أن نصحح المسار، أن تكون في مكانها الطبيعي. الفضول السابق لا أظن أنه سيكون شهي للمتطفل أن يتابع وأن يصنع من أجل هاشتاغات في المستقبل. ربما هذه الأيام هي الأيام السانحة لأن تكون المرأة هي هدف المتابع، هدف أن يتطفل ويرى من هم السعوديات، كيف سيقدمونهم. هذا طب استاذ محمد، ليش اغلب الاعمال الفنيه يعني زي ما انت قلت منهم السعوديات ويتتبعوا كمان مسار المراه سواء كانت سعوديه او خليجيه، يعني بالذات المراه العربيه شويه مشددين عليها في الاعمال الفنيه، يعني اشمعنى؟ ودائما بشكل مساء، دائما ما تطلع بشكل مساء، في قليل جدا ما يطلعوا انه هي سيده اعمال، هي يعني قويه، هي قادره. ربما هذه الصورة النمطية عن المرأة العربية أو المرأة، وتزداد نمطية عندما توصل للسعودية. لا نختلف، يعني ربما نوافقهم أن ليست نماذجنا التي مقدمة للعالم، لابد أن نحن نصنع صورتنا ونقدمها للعالم. جميل 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 جدا أن تكون المرأة السعودية هيفا المنصور يوم قدمت وجدة ووصلت للعالم. المرأة السعودية هي التي ستحسن صورتها، هي التي ستصنع تلك الصورة متى ما اجتهدت. جميل أن نجد أصلا والمبشر جدا أن كثير من المخرجات هن اللاتي يفزن بالمسابقات في المهرجانات. عهود، أتذكر منهن مثلا الفاسي أو هيفاء المنصور. نعم. والكثير من السيدات المخرجات. صح. أبار قاري، كثير من الأسماء، هيفاء أيضا، هيفاء العمير، هناء العمير، آسف، هناء العمير، مخرجة سعودية وتفوز بالجوائز وتمثل المرأة السعودية. كثير من السيناريوهات التي قدمت حتى في أيام أفلام السعودية التي ستصنعها قريبا أرامكو السعودية وتقدمها للعالم، من سيناريو عدد من النساء مثل ضياء يوسف، كثير يعني هذه الأفلام صنعت بيد سعودية، بيد امرأة سعودية هي التي ستصنع صورتها. عاد من المفاجأة أن يمكن المرأة هي التي تقسو على نفسها وتقدم صورتها بصورة، هذه عاد الكرة في ملعبكم. لا 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 أستاذ محمد، لا يسمعوا كالسعوديات دحين بعدين يزعلوا علينا. صحيح. لا أبدا، أنا مستبشر كثيرا بالمرأة السعودية، وخاصة أنها يعني تتناصف كثير من الجوائز وهي جديرة بذلك. ويعني لذلك سترى يعني سنشهد او يعني من ابرز الاسماء لما نذكر السينما السعوديه تبرز هيفاء المنصور دون اي كلام. اكيد. وتمثل المملكه العربيه السعوديه في مهرجانات خارجيه ايضا. نموذج مشرف للمراه والمخرجه السعوديه. استاذ محمد البشير شكرا جزيلا لك. يعني عجبنا طبعا استاذ محمد في كلامه وانتقاده يعني للموضوع، وكان منطقي جدا. طيب خلينا ناخذ معنا مداخله اخرى من المنتج اياد الخزوز. مرحبا استاذ اياد. مرحبا، كيف الحال؟ الحمد لله. حضرتك يمكن ظهر امس هاشتاج يعني منع مسلسل سعوديات، يعني وكان له يعني تجاوب كبير في المجتمع، وبرغم انه المسلسل لسه ما تعرض، ايش برايك ايش يعني سبب هذا الهجوم من المجتمع؟ خير. اول شيء انا سمعت شوي من كلام الاخ اللي كان على الهواء هلا، استاذ محمد البشير. نعم. والاخ محمد البشير، وانا عم بستغرب بصراحه زيكم، شو الهجمه المنظمه هاي على المشروع؟
مع انه لسه المشروع ما طلع يعني على الهواء. طب لو تحكي لنا استاذ يعني الناس كيف، اسمحي لي اكمل بعدين بتعلق. ما بعرف الناس كيف يعني عرفت انه في محتوى مسيء، ولا انه المسلسل بيحكي عن السيدات السعوديات او اخواتنا السعوديات. العمل مش وثائقي ولا دوكيومنتري، عمل اجتماعي بسيط، قصص بسيطة اجتماعية تمثل حالات بسيطة لفتيات عايشين بالسعودية وبرا السعودية وجنسيات مختلفة، وما في أي إساءة ولا في يعني ليش بدنا نسيب؟ يعني أنا صلي بنتج 25 سنة بعد هالخبرة وشغلي مع السعودية بدي أجي أعمل مسلسل يكلف 3 مليون دولار عشان أنا تسيب للمرأة السعودية؟ طيب ليه يعني هذا؟ بس اسمحي لي، ثاني إشي الرواية صار 11 سنة بالسوق. إيش الرواية بالسوق 11 سنة، كاتب سعودية، بنت سعودية بدها تسيء لحالها وتسيء لأمها ولأختها، ومخرج سعودي بده يسيء لأمه ولأخته ولبنت عمه، وأنا مثلا ليش بدي أجي؟ يعني هذا كلام أنا بعرف مين وراه. أنا امبارح بالصدفة طبعا أنا صرت أعرف مين وراه. يعني أنت بتقصد إنه في أنت محارب، إنه في جهة معينة هي اللي بتحاربك؟ طبعا طبعا، أنا امبارح شفت فيديو. أيوة بعرف، المفروض تطلعوه أنتم هلا على اليوتيوب. انا ما بعرف اذا انا على الهواء ولا راح توصوا كلامي. لا احنا على الهواء، تفضل. في معارض سخيف وتافه اسمه سعد الفقيه، عايش في بريطانيا، امبارح منزل او مش امبارح من فتره منزل فيديو عن مسلسل سعوديات، انه هذا المسلسل يمثل توجهات سمو ولي العهد محمد بن سلمان وسمو ولي العهد. يعني معروف انه هذول الناس يا استاذ اياد لا حد ما حد ياخذ على كلامهم. يعني هذول الامعات، هذول الامعات اللي هم ضد التطور وضد الحضارة وضد الإنسانية وضد إنه الدولة في تطور مستمر، واحد زي هذا لما يتبنى هيك شعار ويلحقوه بعرفش أكم مغرد على أكم حساب وهمي من قطر، وتبلش القصة تكبر على موضوع أساساً مش موجود فيه أي إساءة، ويكبر والمجتمع بجزء كبير منه أو بجزء بسيط منه بيعمل هاشتاج وبتبناه من وراء واحد سخيف وتافه زي هذا اللي طلع سعد الفقيه. يعني هو للأسف انه في الناس يمشي وراء الهاشتاج يعني ورايم. ثانيا هذا مجاز، يعني احنا ما بنقدر نشتغل، يعني احنا بالضبط في الامارات مش ممتاز. ما بنقدر نشتغل اي عمل دون اجازه. صح. والرقابه الاماراتيه رقابه صارمه جدا 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 جدا، وترفض اي عمل فيه اساءه لشخص. يعني بالرقابه الاماراتيه ممنوع العنف ضد المراه، ممنوع السوداويه، لازم يكون عمل فيه تفاؤل، وهذا العمل فيه تفاؤل. هذا العمل اكثر عمل بالشهر بالقرار الملكي تبع قياده المراه، لما كنت انا بصور باسمي اول يوم ثاني يوم ضفنا مشاهد بتحكي عن موضوع قياده المراه وقديش بيفيد المجتمع وقديش بيوفر وقديش مهم للمراه السعوديه، والمشهد موجود عندي انا اذا ببعث لكم اياه هلا، ما عندي مانع يطلع على الهواء الان. اهلا وسهلا. هلا ببعثه على الواتساب وطلعوه على الهواء. طب استاذ اياد لو تسمح لي اسالك، بما انه الروايه صار لها منظمه في حمله منظمه، وبالظاهر يعني مرات الناس تاخذها العزة بالاسم صح للاسف. ومرات وشفت شويه يعني شويه حسابات لمثقفين وناس واعيين تركضوا وراء اشاعه. طب استنى شوف العمل احكم عليه، العمل الفني لازم تشوفه عشان تحكم عليه. مش تمام الموضوع. استاذ اياد لو تسمح لي اسالك، ايش 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 اسم المسلسل بالضبط؟ اسم المسلسل صيف بارد. صيف بارد، وكان بيحكي على جنسيات مختلفة مش بس سعودية. طبعا طبعا، في ولكن في لبنانية. نعم، ولكن كانوا عايشين في المملكة وخارج المملكة. بالمملكة وخارج المملكة طبعا. اوكي، طيب الحين انت جاك النقد او المحاربة من شخص اخر. احنا اول شيء ما كنا فاهمين شو الموضوع صراحه، وما معطناهوش يعني، ما يعني بتصير دائما بصير عليه مشاكل، يعني انا بالعاده بصير عندي مشاكل كثير، اعمال بصير عليها مشاكل. يعني مسلسل حرب الشيخ هذاك المره على ام بي سي قامت الدنيا وقعدتها على عمل ما فيش. ايوه صح. في خلص في ناس بجوز ضد مرات بعض القضايا بعض الماشي، بس ما بصير الطعن بالعمل بهالطريقه انه يسيء للمراه. شو هالعنوان الكبير؟ انت هذا المسلسل من روايه سعوديات استاذ اياد صح؟ سعوديات. انا قرات الروايه ما فيها اي حاجه صراحه، كروايه ما فيها اي شيء. لما نيجي احنا ندعم كاتبه سعوديه اخت فاضله، المفروض انا كمنتج جاي من برا ساعدني تحتفي فيي، تقول لي والله بارك الله فيك عم تاخذ روايه من كاتبه سعوديه بتنتجها. يعني ما بفهم السبب وراء هذا
السلام. استاذ اياد، هو توقف العمل؟ توقف العمل؟ لا، العمل خالص مصورين. طيب بس ما توقف ولا تمنع انه ينعرض؟ لا طبعا، العمل قرار الوزير قرار واضح وحكيم وعاقل، بيقول اي عمل يسيء للمرأة السعودية او يسيء للمجتمع السعودي ممنوع للعمل. صح، هذا البند عملي لا ينطبق عليه، لا يأتي تحته. خلاص، حلت المشكلة يا استاذ اياد. اذا تسمحي لي بس قبل ما اخلص، اتفضل. اعمال تم انتاجها بالسعودية تظهر المرأة معنفة بشكل عنيف، واذا بدكم اسمائها اليوتيوب موجود. نعم، تظهر المرأة بصورة غير لائقة. شفنا كثير من الاعمال زي كذا، صحيح استاذ اياد؟ صح، نعم صح صح. هذا العمل فيه نموذج للمرأة، راح تشوفي فيه نموذج للمرأة للبنت السعودية، حلقة واحدة من الشخصيات، امرأة عاملة وتعيل أسرة، ممتاز، ومديرة للشركة ومتعلمة ومثقفة. ما في هذا الكلام أبدا. صحيح، لربما أستاذ إياد كانت هذه المحاربات من أشخاص ضد هذا العمل. يبشر بسعودية جميلة ويبشر بمستقبل مشرف، وعلاقة الأخ بأخته علاقة جميلة، والبلد شكلها طالع نظيف وشكل طالع حلو، والعائلة السعودية طالعة شكلها لطيف، ما في يعني شكل تقليدي سخيف محطم سوداوي. جميل. طيب، العمل جميل اكيد، واحنا حنشوفه يعني لما حيظهر ويشوف النور العمل اكيد احنا حنشوفه. شكرا لك استاذ اياد، وشكرا لمداخلتك معنا. يعني صحيح انه طلع هاشتاج، الناس هبت في الموضوع، هي من غير ما شافته. انا اشوف هي هذه فكره، انا ما اقدر احكم على شيء. هو اول ما جاء معنا الخط حسبني بقاطع، هو حسب انه انا يعني بداخله انه ناحيه سلبيه. لا، انا كنت ابغى اعرف بس الروايه عن ايش المسلسل بالضبط، كان عن ايش بيحكي. صيف بارد. طلع بيحكي على انه اسم المسلسل عادي جدا، سيف بارد. صيف سيف ولا صيف؟ صيف صيف صيف, 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 صيف بارد. بارد. اوكي بارد. طيب، يعني الاسم عادي ماخوذ من روايه سعودية. اوكي، من روايه سعوديات، وزي ما قلتي غزه انت قريت الروايه، انا ما قريت الروايه فلا احكم. بتشوفي انه هي تعتبر شيء عادي ما فيها شيء؟ يعني لا، هو تعرف هو منطقيا يا جماعه، اذا اصلا الروايه من الاساس يعني اللي الفت الروايه كان وكان عليها مشكله، ما كان صرح انها تطبع وتقدري تقريها. يقول لك صار 11 سنه في البلد. بالضبط، الروايه من زمان انا قاريتها، يعني ما فيها اي حاجه، بالعكس. يا ستي عموما احنا يعني برضه ما زلنا في جو الاشاعات والمشاكل دي والاشياء دي. هو قال لك انه هو عموما محارب بشكل عام، فوضح وجهه نظره اظن على الهواء، وكل الناس شافت انه الروايه او المسلسل الانتاج العمل ما في شيء لا يسيء لاي فئه من فئات المجتمع. في النهايه الحكم للمشاهد لما يظهر العمل على التلفزيون والناس يشوفوه ديك الساعه. انا تحمست ترى على فكره، ابغى اشوفه لانه عشان كذا سالته. لا، ابغى اشوف العمل لانه من كلامه تحسي في اشياء، يعني في اخراج جيد، فحابه اني انا اشوف المسلسل. صيف بارد مو سيف. أيوه. حسبت سيف بارد. طيب، ومن الاخبار والقرارات اللي برضو قراتها اليوم، 70 جلدة مع السجن لشخص شهر بواحد على الواتساب، حيث صدقت محكمة الاستئناف على الحكم ب70 جلدة والسجن لشخص اتهم آخر بتهمة عبر رسالة جوال على الواتساب، وأن المتهم قد نال من سمعة الآخر بإشهار التهمة بين الناس. وهناك متورطين في قضايا مماثلة في مختلف المحاكم نظرا لإيش؟ لاستسهالهم بهذه الأمور والقيام بترويج الشائعات والأكاذيب عن الآخرين. الله يحمي أمهاتنا. لا، هو لا غير كذا، انه خلاص انه الان اصبح السعودي واصبح اللي عايش في البلد ده يعرف انه في شيء اسمه جريمه تشهير. حتى لو كان اللي قدامك ده مجرم، اذا شهرت فيه انت حتقع في خطا التشهير وراح تتعاقب على ده الموضوع. فجريمه التشهير هذه مشكله لازم تشهير الناس تشهير واشاعات. طبعا اكثر ناس يعني بياخذوا الاشاعات الامهات، شفتي من الواتساب قال كذا، الواتساب قال كذا. فالواتساب اي حاجه فعلا تنتشر فيه، يعني زي كيف النار في الهشيم، اللي اي اشاعه تبغيها تطلع ارسل واتساب وخلاص انتهينا، وصلت للاسف كثير مثلا من الاطفال المعنفين، او مثلا مقاطع الاطفال اللي بتنتشر عن طريق الواتساب. كثير مثلا لا قدر الله يعني يستر علينا وعلى المسلمين جميعا، الفضائح اللي بتصير وبتنتشر والناس بيتشهر فيها
بتنتشر عن طريق الواتساب. هذا استخدام سيء يعني فعلا، بدل ما يكون نعمه صار نقمه على بعض الناس. بس انا بصراحه احيي محكمه الاستئناف لاتخاذ هذا القرار، وانه حكمت عليه ب70 جلده لانه يستاهل. مجرد ما انه انت تطبق القانون طيب، وتعرف انه في انه انت هتتعاقب على شيء ما، هذا يخليك ترتجع. يعني ما تسوي الغلط، ما تفكر ان انت تسوي شيء غلط. في ناس كثير ترى على فكره، لو تسمحي لي ريم، على خصوصا السوشيال ميديا، لو بتشوفي قد ايه ممكن بيستهتروا بالتعليقات. بيستهتروا، ممكن توصل الاساءه انك تغلط على مثلا هذا صاحب الحساب، سواء كان على اهله على غير. بالضبط. فالفكره هي انه بالعقل، يعني انت قاعد اصلا يعني قبل لا يكون في تشهير في شيء اسمه غيبه ونميمه. يعني اذا انت ما خفت دحين خاف بعدين، يعني عرفتي. فهدول الاشخاص انا بصراحه اشوف انه تطبيق القانون عليهم هو افضل عقاب واحسن عقاب، عشان كمان اللي زيهم يتعلم. عموما هي جريمة التشهير موجودة من زمان، يعني يمكن الآن زادت بحكم وجود السوشيال ميديا والواتساب، يمكن الناس استسهلوا على قولك الموضوع ونسيوا انه هذه جريمة يعاقب عليها القانون. حتى لو يا ناس يا جماعة، مش بس عشان انه انت انسانيا حرام انك انت مثلا، يعني اذا ربنا ستر عليه وربنا مثلا ما فضح، ربنا ستار، انت تروح تفضح على السوشيال ميديا؟ من جد تحصل للأسف. إلهي. طيب مشاهدينا، نروح فاصل ومكملين معكم باقي فقرات سيدتي. بكم من جديد، وننتقل الآن إلى زميلتنا غالي أمين ونشوف تقرير خاص مع مجموعة من النجوم ونشوف اختياراتهم على السجادة الحمراء. إليك غالي. مشاهدينا في فقرة الفاشن من برنامج سيدتي، اليوم حنتعرف على مجموعة من النجوم في افتتاح بولغاري هوتيل، وحنتعرف على خياراتهم للسجادة الحمراء. صباح منور اليوم. الله يخليكي، ثانك يو. حابه ارحب فيكي في فقره الفاشن برنامج سيدتي، وحابه اعرف على اللوك الجميل اللي انت لابساه اليوم. ثانك يو سو ماتش. فستاني من ليث معلوف، مصمم اردني وبحب شغله كثير، وطبعا الجولري هم بلغاري. طب كيف عاد تجهزي للريد كاربت؟ ايش اللوك الاكثر لوك تحبيه مثلا في شعرك ومكياجك؟ يعني بحس انه الميك اب كثير فكرته بسيطه، يعني يا الواحد بيقوي العيون يا بيقوي اللبس. اليوم قررت انه اعمل اشي شوي قوي على العيون، وانه اللبس يكونوا اكثر ميوتد ونود. عموما انا اي ثينك انه احنا البنات العربيات اللوك تبعتنا قويه كثير، فيتشرز تبعتنا قويه، فاحسن اشي انه نخفف لانه كثير الفيتشرز تبعتنا قويه. قولي لي ايش الجوليري تحبيها اكثر، تحبي على سيلفر ولا جولد؟ It all depends على إيش الواحد لابس. ظلت لفترة طويلة الأشياء السيلفر كتير موضة، وهلأ ليتلي صارت الأشياء الذهبية شوي عم ترجع. بحبهم أنا، I don't mind them، بس I think الأشياء الوايت بيضلوا إنه كتير كلاسيكال وبيزبطوا على كل إشي. بصراحة أنا يعني عطول بتكل على زهير، وهو عطول بيهتم بإطلالاته، بيعرف أكيد شو بيلبق لي على حسب الإيفنت. واليوم يعني حسيت إنه هيدا اللون النيود طال إنه مفضل عنده، صار لي زمان ما لبسته كمان، يعني لبست تقريبا كل الألوان، فحسيت وانغرمت بصراحة بهيدا الدرس، حسيته كتير مناسب للحفل. إيش أكتر قطعة جولري تحبيها وما تقدري تستغني عنها أبدا؟ أنا عندي السيربنتي ووتش من بلغاري، هي المفضلة عندي يعني كساعة. أنا من الأشخاص اللي بحبوا الساعات، وكثير بالحياه يعني ماي ديلي لايف ما كثير بكثر جولري، فعلى طول بعتمد انه يكون في سمبل بوندانتيف بالرقبه، والسيربنتي ووتش هي المفضله عندي. وايش اكثر تحبي، الجولد ولا السيلفر جولري؟ البينك جولد، البينك جولد، نوت ايفن ذا يلو.
حابه ما البس فستان، يعني كنت حابه اغير، وانا بحب الجامب سوت عموما، فقررت انه نلبس من داليدا عياش جامب سوت اليوم. Very nice. طب قولي لي على الجولر اللي اخترتيها للجامب سوت. اخترت فيه شيء colorful لانه red is quite intense، ف we needed something intense and dramatic here and I like the colors. I like there's the same kind of red وحبيت الاخضر والاصفر. I think it's young and fresh. So do you like it? I love it. Thank you. وكيف دائما تختاري الشعر والمكياج يكون اللوك؟ والله انا انا يعني لويال، يعني لما بيعجبني ستايل معين او ميك اب ارتست او هير دريسر معين بنضل نفس التيم، ما بحب غير كثير. انا كويت سيف ان ماي لوكس، يعني مش بتجنن يعني، سو اتس اولويز كويت بيزك يعني. انا لابسه اليسام ولابسه الكوليكسيون تبع البالونز تبع بلغاري، وهي هي. ليه اخترتي البالونز؟ صراحة I didn't have any other option. بالأول اخترت شيء بس أنا نقيت السافاير اللي طلع كتير تقيل، وخافوا علي إنه أقعد أتمشى لبس السافاير لأنه هلا عملت كفر تبع صوبي ولبس السافاير. فقررت ألبس شيء فن بما إنه الدرس تبعيتي أسود وإتس مور كلاسيك، إنه حط شوي تاتش أوف كولر. وأنتي موديل، فكيف تهتمي ببشرتك وفي جسمك وفي شعرك؟ صراحة less is more، يعني كل الكريمات اللي بيجربوا يبيعوا لك إياها ما تحطي كثير، just keep it very simple. غسل وجهك، always remove your makeup. And use antioxidants, vitamin C, يعني a lot of basic things. هلا I'm still looking for my perfect cream يعني. But definitely whenever I can, I don't put any makeup on وبخلي البشرة تتنفس. أنا الحقيقة مي جلال ستايلد مي ولبستني النهاردة من ميزون يايا، هي ياسمين يحيى، ايجيبشن very famous worldwide standard international standard. يعني أنا بحب قوي قوي الكاتس بتاعها والديزاينز بتاعتها، و I'm honored إن هي لبستني النهاردة. ميك اب باي فيمي من ماك، وماي هير از رافي. Itani, my jewelry of course is Bulgari and I'm honored and I love it very much. Yani, thank you for everything. I have a Prada bag and a Jimmy Choo sandals. Itani, I'll tell you the details. Itani. طب أحمد، إيش رأيك في اللوك حقها اليوم؟ رائع. أنا النهاردة بحقيقة فستان فظيع فظيع من عند ياسمين حقيقة، يعني انبهرت. أنا شفته كده فجأة، يعني عارفة تغييرات كتير حصل، يعني تغييرات حقيقة. حلو جدا جدا جدا، وحلو قوي عليها، وانا بحب اصلا الجولد ده في الاوف وايت، يعني لان انا بتاع ازياء اصلا. طب انت كيف اخترت اللوك حقك؟ هي مي جلال برضو ملبسه، هي مي جلال يعني بتلبسني تقريبا كل هدومي الحقيقه، حتى البيجامات عادي بتختارها يعني في الشغل وفي السينما وبتاع، وهي المتوليه الحدوته دي، الكرافته دي على الجاكيت ده، على البدله دي، على الجزمه دي، فهي ده دي سكويرد ودي جوتشي كل البراند الايطاليه يعني ابدا، انا بلبس وخلاص. فستان اليوم اخذته من عند حسين بزازة، و I'm so happy to have his dress مع الطقم بلغاري يلي بيروح فيه الاحمر اذا بتشوفه، يلي بيروح مع الفستان. اخترتي انت الايجل يكون على الفستان ولا هو اختار لك حسين بزازة اللوك؟ لا انا اخترت الفستان من الكوليكشن تبع حسين، باي تشانس زبطوا مع الطقم يلي فيه الاحمر، بس I liked انه حاطط شيء مودرن بالفستان، يعني اذا بتشوف الفستان فيه لاذر يلي رايح مع الشيفون يلي رايح مع حسين، هي ميك شور اولويز تيعمل مودرن تاتش بالفساتين تبعه، هيدا اللي بحبه. ولا اذا بتشوفي كمان في ضابط بالفستان، يعني في اكثر من ماتيريال بفستان واحد. ولبكتوا الكرافات مع الفستان؟ دائما دائما ضروري يكون التلبيقه، لانه انا بجيب عدد من الكرافتات، وشو ما دامتي لبسي انا بحب انه يكون تاتش. Can you believe it? I didn't notice that. وكيف دائما نسيم انت تجهز الريد كاربت عشان ما ننسى الرجال طبعا على التجهيزات؟ انا يعني اكثر شيء تحضيري للريد كاربت بيكون يلا حياتي تاخرنا، وي هاف تو موف، عرفتي؟ اكثر سبوت بيكون موجود، بس لا دائما انا بحب انه يكون عندي اللوك اللي بيشبهني و كلاسيكال ستايلش، هذا الجو اللي انا بشتغل عليه.
وكده نكون وصلنا لآخر فقرتنا. أتمنى تكون عجبتكم إطلالات النجوم، وعودة لكم زميلاتي في استوديو سيدتي. شكرا غالي على هذا التقرير الجميل. يعني انا بصراحه اول مره استمتع لما اشوف ممثلين على السجادة حمراء، كلهم كانوا جميلات ورائعات. لا فعليا قبل ما نتكلم عن الممثلات، غالية اللوك حقها الجديد رائع، غالية هنيكي عليه، غيرت لون شعرها رائع مع الشتاء. ايش رايكم في اللبس للسجادة الحمراء؟ طبعا اكيد بيكون غالي، كله حلو بدون مبالغه، صح؟ كله حلو فعليا، اللبس مع الجولري مع الميك اب، ما يعني ابغى اطلع في احد غلطه فعلا ما يلاقي غلطه، كلهم رائعين. عجبني اكثر شيء منى زكي، اكثر حاجه لفتت نظري راهن صبري كمان. لا لا شيء كذا، شيء كذا ذا توب. منى زكي. وانت كمان منى زكي. انت منى زكي. منى زكي رائعة، منى زكي اساسا جميلة، وكفاية اصلا يعني وجود احمد حلمي كان معاها كملت جميل، الطقم كله جميل، صار الطقم كله رائع. إيه يعني هم كبل بالعقد مع احمد زكي، مع يعني كله جميل طالع. احمد حلمي سوري، احمد حلمي فرائع. وبرضه نادين، شفتي السلسال حق نادين جاي على هو سلسال صح يسموه؟ ما اعرف ايش يسموه. أيوه في المجوهرات. أيوه المهم انه حيه يعني حنش، حنش. تذكروا زمان كان في التعابين يسموها؟ أيوه التعابين اللي ادها الذهب كده الستات، انا كان عنده زيها والتعابين رجعت موضه ثانيه. مين كان يقول من جد الله من اول يقول لا لا صح ولا لا؟ يعني من جد كانت ايام زمان يمكن قبل 50 سنه موضه، ودحين رجعت مره ثانيه التعابين ومره غاليه، يا ريتنا احتفظنا بها حقت ايام. لا وعجبني كمان اللي هي زوجة الاسم ريم السعيد. ايوه ريم السعيدي عرضه في الازياء. حبيت يعني فكره انه كيف الالوان، انت لما كده تشوفيها تقولي لا لا مستحيل ممكن اقدر البس بينك مع درجه العود ده مع في رسمه هنا كمان. أيوة الايجل بس هي فعلا جاي كده بطريقه عشان هي شوفوا لما يكون القالب غالب خلاص صح. والله مهما كان الفستان بيطلع حلو. ما علقتوا على السلسال الإنسان العقد. أيوة الكوليه حق منى زكي روعة. شفتوا كيف روعة يعني amazing. ما شاء الله مع الفستان روعة من جد مرة. وصبا مبارك كمان فستانها صراحة مرة حلو. طبعا دانتيل فأنسوا الموضوع، يعني أنا أي حاجة دانتيل معروف خلاص. ترى حتى فستان نادين على جسمها فستان، يعني أنا آخر واحد تفلسف هذه الأمور، ولكن يعني فستان نادين على جسمها وطولها تحسيه مرة لايق عليه، اللي هو فيه حاجات بترعش. أيوة الذهبي 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 اللي بيرعش. كلهم صراحة يعني أهنيهم اختيارات موفقة كلهم على ريد كاربت صراحة، وغالية طبعا. شكرا لهذا التقرير الجميل من جد. والتكنو تعرفوا شو التكنو؟ تكنو التكنو. أيوة بالضبط. اوكي بالضبط، نوع من الموسيقى. هو نوع من انواع الموسيقى الكترونيك بيتس. طبعا اليوم هو اليوم العالمي لهذا النوع من الموسيقى. تابع التقرير. يحتفل محبي الموسيقى اليوم باليوم العالمي للموسيقى التكنو. تم اختيار هذا اليوم بالتحديد كونها اخترعت هذا اليوم من قبل الموسيقي جون أتينكس، حيث أعاد دمج الأغاني الكلاسيكية القديمة بحداثة التطور الإلكتروني الموسيقي. لم ينحصر هذا الفن أو الموسيقى على الغرب فقط، بل الموسيقى العربية دخلت أيضا في هذا المجال.
ما شفنا وسمعنا، هذا هو الإلكترونيك داس، وخصوصا كمان سووا له ريمكس مع الأغاني العربية. أنا مني من عشاق هذا النوع. هو تحويل في الموسيقى، لا جميل، هو تحويل في الموسيقى بشكل عام. فأي أغنية ممكن تكون سواء كانت عربية أو أجنبية ياخذوا الموسيقى مثلا حقتها، ممكن إحنا ندمج معها التكنو ويطلع هذا يعني مع الكلام العربي أو الأجنبي يطلع صوت المزيغة. سمعته؟ المزعج الإلكتروني المزعج. لا مرة جميل. It's not for me يعني. سوري عبي. أوكي أنت حلو. لا حلو حلو، بدليل أنه في ناس حتى أنا ماني فاكرة صراحة اسم النوع الفن ده اللي هم بيعملوه أصلا بفمهم. صح. يعني في ناس كثير بيجوا يكونوا شاطرين في الموضوع ده، اللي ممكن تلاقي 5-6-8 آلات موسيقية ممكن يقدر يعملها بفمه بصوته يعني. فحلو. لا في ناس ترى ريم، في انا اقول انا شخصيا بعدين ندخل جو كده يعني عارفه ريم انت حقت انا لسه لا لا انا طلال مداح التمانينات. ايوه اوكي ما اختلفنا طبعا هذا على لا اشوف يا ريم هو في اختلاف يعني مثلا لكل شيء نوع معين يعني جو او وقت معين بمعنى اصح. نعم زي ما مثلا في ناس كثير يعني مثلا تحب تسمع فيروز الصباح، بس في ناس تحب تسمع فيروز بالليل يعني على حسب. اكيد هو في التكنو مثلا ليه وقت معين، طلال مداح طبعا ليه وقت اوكي هو جميل في كل الاوقات، بس تحسي انه يعني مثلا خلاص هذه جوها هذه جوها يعني. لا لا بس فعليا دوبا لما جالسه بتقول فيروز الصباح لا فعلا ليش مرتبط عندنا احنا دائما نصحى الصباح نشغل فيروز مع فنجان قهوه. انا مره ليش صباح الحرمه ليش فيروز مرتبطه بالصباح اساسا لا اصدمكم، انا علاقتي مع الموسيقى والاغاني للاسف واقفه عند الثمانينات، واساسا يعني ما يعني نادرا لما اني اشغل موسيقى، نادرا جدا. حتى فيروز صباح مرة ما يعني اوكي اعرف لها اغاني الحلوة، بس انما اشوفها في التلفزيون اسمعها اوكي ممكن، بس اني ادور عليها واشغلها. انا اتذكر اخر سنة في الجامعة ليها اقسم بالله صباح كنت اصحى الصباح غريبة الاطوار كنت اصحى الصباح كل يوم اعرف الساعة 6 في تشانل معينة، الساعة 6 الصبح تحط اغاني فيروز، كنت على طول اول ما اصحى قبل لسه ما اروح اغسل احط تشانل بعدين اقوم البس وكذا. ما شاء الله احس تعطيكي جو كذا بالاستكنان روقان. لا انا ما احب الفيروز بس هو الفكره من جد انا نفسي اعمل يعني استفتاء ليش دائما لما تصحي الصباح وتعملي مثلا قهوتك او تفطري لازم يكون في فيروز شغاله خلفيه. انتوا جاوبوني انا ما اعرف صراحه. ما اعرف فعليا الفيروز تفيدني مثلا في مطربين مثلا كثير قدامى مثلا زي عبد الحليم فريد الاطرش ما بقول لك مثلا كان محمد فوزي وا 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 بس أيه. ليش هي فيروز تحديدا في الصباح ما اعرف، يمكن اغانيها صوتها كده يبعث على السلام الداخلي. لا مو سلام، ايجابيه في طاقه. والله انا احب تك 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 يا ام سليمان تك 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 جوزك وين كان يعني طبعا يعني تحيه من برنامج أكيد. سيدتي للمطربه الكبيره فيروز اللي تصنع صباحنا طبعا اكيد طبعا. نطلع فاصل؟ نطلع فاصل مشاهدينا نطلع فاصل. صالح العبيدي واعمال اعمال العام الخفه واعمال السحر والشاء. لا عادي تقدر تقول اعمال السحر يا صالح. بدي اقول اعمال الشعوذه. ما هذا يا صالح؟ اول شيء اهلا وسهلا بك. اهلا فيك نورنا نورك. لا لا صالح ما اتفقنا على هذا الكلام ترى. خوفت الناس قلنا لك احنا اشياء تطير اشياء ما ادري كيف هذه ما نباها. هذا تو هو بيبدا معنا لسه ممكن بعد فتره نلاقيه هو كذا طار وجا جا. لا 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 ولا هديك نظارتي ولا شيء، والحلقه اللي هتجي فيها انا ما هجي. يعني احنا كالعاده زي ما قلنا لكم كل يوم سبت حيكون معانا صالح وراح يجيب لنا العاب خفه جديده وراح يبهرنا بالحركات. ايش هذا؟ الكاسه فينها؟ شيء بسيط هذا. هذا شيء بسيط؟ اي نسخن بس الاشياء القويه. تسخن لسه فيها لسه فيها قوي كذا؟ اي في. ايش عندك؟ هو انا عرفت انه هو جاي على فكره يعني بس يعني معلومه بس عرفت انه هو جاي حصنت نفسي قلت اذكارك اهم شيء اذكار الحمد لله خلاص اذا ما عليك يا صالح تفضل سوي اللي تبغاه. اوكي ايش تبغى تفاجئنا اليوم؟ طيب راح نسوي حاجه بسيطه معاهم مو معي لا لا
والله صالح انا صراحه هذا الشيء لا تطلع حيوانات صالح عاجبني الستايل حق صالح انه تحسيه كذا راكب على الشخصيه انه شخص كذا جاي ساحر كذا لبسه ساحر ولا الين ولا ايش ما تدري يعني الشخص الغامض حلو حلو طيب ايوه لبس غامض صح عندي مجموعه كروت انا مختلفه اوكي اوكي دائما ابدا معك ودائما انا موعوده يا غزال قل ستوب عند اي كرت انت حابه ستوب خذي الكرت وري الكاميرا ورينا احنا طيب اوكي تمام حطي كرتك اول واحد ركزي معي حطيني ستوب في اي مكان انت حابه ستوب حقص الكروت مالك راح اعلمك تسوي ما ابي طيب زي ما قلنا في الحلقه الماضيه انه مجرد طقس احنا رجعنا 10 ثواني يرجع كرتك فوق صح صحيح؟ لا لا هات اوري هات اوري هات ورينا ايوه اوكي انا هستقيل من البده طيب الحين راح نسوي نفس الحركه بس بالطريقه البطيئه وحاول تمسكونها هذا كرتك زي ما تلاحظين اللي هو العشرة السبيت تمام؟ ابيك تدخلينه في نص الكروت دفيه للداخل طلع فمه لا 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 لحظة احنا ما انتبهنا انا ما انتبهت انا حطيت الكرت طريقة ثانية لحظة انت ما انتبهت انا هطول على يدين وانت انت حطي الكرت انا كنت مركزة في يده فما طيب طيب انا شوف هذا كرتك هذا كرتي انا اوكي اللي هو العشرة حطه هيك اوكي فين احطه؟ في اي مكان طيب اوكي اوكي طيب طيب هذا هو يا رجل انا والله شايفته لا 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 اوكي 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 والله انا مراقبة عشان تعرفوا هذا شغل الكفار من جد هاو كود يو انا اللي يخليني من جد اجلس افكر انه 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 انا سحبت الكرت هو هو ما انت عملت لي حاجه تمام مغناطيس انه انا اسحب الكرت ده وانت اريدك تكون حاطه في جيبك من اول من ورا هو حيعمل دوره مين ولا مين انا خيرتك بين 54 كرت طب ممكن نعيدها بكرت ثاني مو مشكله راح اسوي حركه ثانيه ركز معي ما ابغى الكرت ما ابغى العشره دي اوكي اوكي ركز معي طيب انت نقيتيها يا غزل من البدايه طيب يعني ما تقدر تظلمي ركز معي راح استخدم اربع كروت فقط اربع كروت فقط بس بدون ما تشوفونها الاول الثاني في كروت معين انت بتختارها الثالث راح تشوفوا الكروت كلكم بعد شوي الرابع اربع كروت عشوائيه طيب لا مو عشوائيه اخترتها بكيف اوكي اوكي اربع كروت صح؟ ايه ركزي معي عندي هنا الايكا يكة السبيت اذا اخذنا اليكة حطيناها فوق تصير وين؟ فوق 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 صح؟ اذا اخذنا اليكة حطيناها ثاني كرت حطيت ثاني كرت يكة تصير وين؟ ثاني كرت بس الشيء اللي لخبطنا انها هي فوق ركز معي حناخذ اليكة ونحطها ايه؟ تحت اليكة فوق. وين؟ تحت لا هي فوق يا واد بلا الحركات راح اخذ اليكة واحطها ثالث كرت اليكة ثالث كرت ثالث كرت اليكة وين؟ حتقول لي فوق لا احنا وين حطيناها؟ حطيت ثالث كرت اللي لخبطني انها فوق مو مشكلة معلش انا اسفة شوفي راح اخذ اليكة واحطها هنا اليكة وين؟ انا بروح بيت على الطاولة السبع بناء صح؟ اوكي لا هي فوق شوفي ريم شوفي صارت تشعل على هذا احاول اني يعني انتبه من جد واتفزلك معاه بس ما في فايدة يعني حطيتها اخر كرت اليكة وين؟ اخر كرت لا هي فوق خلاص غزل لا تحاولي بس تدرين وش الشيء اللي لخبطني اللي هو انه في المجموعه انه اسم هذه اللعبه لعبه العشر قلوب لان عندي عشر واذا عندي العشرة الاولى عندي الثانيه واذا عندي الثانيه عندي الثالثه واذا عندي الثالثه الرابعه بس برضو في شيء لا 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 لخبطني زياده لا, لا. والله انت اللي لخبطتني لا انت صراحة. انت رهيب انت انه في الكروت صالح. عندي كينج في كينج واذا عندي الكينج الاول عندي الثاني واذا عندي الثاني عندي الثالث واذا عندي الثالث عندي الرابع
يا سلام. طب فين العشرة؟ فين الإك الأول اللي من أول كنا أول ما بدينا اللعبة دي فين راحت؟ هذا المكان اللي هذا الشيء اللي أخبطني ما أدري وين راحت. يعني صالح ما هذا يعني صح ان نستنى هذه الفقره من السبت للسبت يعني وبننبسط فيها صراحه يعني الوقت بيمر فيها وننبسط بس وانا بنبسط فيها بس بيخليني اعصر مخي ترى هو ده بنقعد نفكر ترى كثير وفعلا فعلا الواحد يحاول يحج يعني انا اقول لكم حاجه يا جماعه ترى غزل اكثر انسان يحجر ويستقعد ايوه اوكي صدقوني يعني انا بقول لكم هي البنت حاولت قدر المستطاع لكن ما مشي معاها وفعليا طب ايش طب فين راحت عليك هي بس الإكل ولا القلب ولا العشرة ولا الشيبة حددي موقفك هو طلع أربعة كروت فجأة كده تلاقي أتكاثروا لا شعوريا مع نفسهم كده وصاروا كذا نوع طب هي هب الفريد بالفريق لا الحين دورك دور حشرات حيوانات اشوفك تدخل يدك في جيبك لا احلف بالله ما في الا كروت والله في يدي طيب تمام ابيك تمدين يدك اليمين مد يدك اليمين بسم الله يا معبر انا جنبك انت جنبي الله يستر مني ركز معي عندي اربع كروت في يدي تمام وركز معي عندي الكروت كلها كروت فاضيه تمام أوكي. مجرد اني اهز الكروت راح تتحول الى شيء عنكبوت سالم جدا تمام لا ابيك تمسني الشبك لا بس المس الشبك لا امس الشبك امس الشبك باصبعك اوكي في شيء طاح اوكي في شيء طاح اوكي في شيء طاح اوكي شيله شو لا تخلي اشرد شيله واخر عني لو سمحت قلت لك انا ايش هذا ثانية هذا ايه هذا لعبه ولا حقيقه ولا بس هي الفجعه في انا شفت شيء طاح منك شكرا شوف اشياء فيها حشرات ارجوك لا ارجوك ترى على فكره من جد صالح ترى هتفاهم معك انا في الفاصل ورجعنا لكم من جديد مع لاعب الخفة صالح العبيدي ومقال المعتادة صالح بليز عشان نكون من البداية يعني انت ان شاء الله حتكون معنا بعد كده الأسابيع الجاية معاكم ايوه معانا عبير هتاخد اوف ضيف على طول انا اوف خلاص وما حتقول ان انت ضيف انت حتكون من اهل البيت يعني اهل الدار حشرات لا الله يخليك يعني حيايا لا انا عندي فوبيا حشرات عشان نكمل يعني بقيه الفقرات واحنا مرتاحين حشرات لا خلاص عندك صارت حمراء ناس بتلعب كنت بالكاسه اي حاجه قلبت النظاره عملت كده حركات بيدينا قوم انت تشقلب على الطاوله تمشي علي عناكب لا ما اتفقنا يا ابو طيب خلاص يلا ما راح نسوي حشرات قلنا ايش عندك كمان طيب راح نسوي حاجه شوي غريبه خذي كرت انا برايي ريم تنومها مغطاطيسي أنا هذا برأيي إن شاء الله الكل يشوف الكرت يحفظه وريني يا ريم والله سبحان الله ده المثل ينطبق علي أوكي أوكي فهمتك يلا حطي كرتك راح أقفل على الكروت وركز معي ركز بحاول أشوف المونيتور كرت وحيد احلى في المجموعة كاملة. ايوه صح. كم من 10 تتوقعين كرت هذا الكرت؟ 0 من 10 طبعا، لأنه أنا كرت اللي اخترته. ايوه كرتها أزرق. يا لبى جوكر. كرتي والله. طيب. والله الواد ملبوس. ركز معي. راح أحطه. تمام. ولعب عليه. قولي لي ستوب عند أي كرت أنت حاب. ستوب. احفظ الكرت. اوكي. نفس الطريقة. ما في كرت احمد طلع معنا ليش؟ لم تزبط معنا يا اخي يكفي ما اسوي شيء ثاني حافظ كرتك صح؟ حافظ الكرت كله ايوه 3 2 1 لا 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 هذا ما هو لا ما هو صدقي لو يا مو معقول لا 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 صراحه مو معقول لا
هذه صراحه من الفجعه السماعه طاحت. يعني شايف هذه كيف السماعه كانت يعني هذه مع الكرت السماعه كانت في وشنا الكرت لحظه هذا من جد هذا كيف بجد يعني انت الكرت ركزت خليتنا نركز في شيء وانت سويت شيء بس الكرت في ما يمدي اوريدي بيدينه الاثنين عندك اربع ايادي بيدينه الاثنين كان بيشتغل بديك كروت وده الكرت كان ايش سويت؟ ايش سويت؟ من جد هذا حطيت الجوكر كان حطيته تحت العلبه دي ايش اللي حصل؟ عادي علمنا ما ادري انا ودي اعرف حتى هو نفسه يعرف يا عيني دي طيب فاجئنا لا اكثر من كده مفاجات يعني انا برايي نومك مغطاطيس لا هذا وصحيها لما خليها تسوي اللي انا ابغاه ركز معي راح نسوي حاله في الكروت مع التنويم المغناطيسي لا لا ما حتنوم لا 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 انت انا وراي رحله وانت صاحيه وفاتحه عيونك حتنومين وانا حتخليني صاحيه راح تنامين راح تنام عيونك وانت صاحيه اوكي تمام بس ركز معي استنى انا طب عشان يصير التنويم افك النظاره ولا اخليها؟ عادي اوكي خذي اي كرت فرجي الكاميرا اوكي اوكي حطي كرتك اول واحد اعطيني ستوب عند اي كرت انت حابه ستوب راح اقص الكروت وراح اخليك تختارين اربع كروت عشوائيه من اختيارك تمام الان اسحبها ايه. قولي ستوب عند الكرت الاول ستوب الاول اوكي الثاني ستوب الثالث ستوب تمام الرابع ستوب أربع كروت عشوائية من اختيارك. كم من عشرة تتوقعين كرتك بين ذول الأربعة؟ واحد. واحد من عشرة. طيب إذا كان بينهم. قولي بينهم بس لا تعلميني أي واحد بالضبط. إيش؟ قولي لي بينهم بس لا تعلميني أي واحد بالضبط. أوكي. وركزي معي. إذا كان بينهم. أيوه. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. كرتك بينهم؟ إيه. بينهم. طيب ركزي معي. بدك تفتحين يدك اليمين. قفلي على الكروت بيدك اليسار وركز معي. واحد اثنين ثلاث اربع اوكي؟ اوكي راح اقلبه اوكي حسيت بحاجة؟ لا ورينا يا عيال ما في كرت لا تقولي لو سحبت اول كرت حيطلع هو لا دوري في الكروت امشي على الكروت بعدين دقيقة لحظة يعني انت كنت حاططها كان حاططها مقلوبة ايوه راح تحس تحصلين كرت وحيد مقلوب في المجموعة كاملة امشي فيها هذا سحر صالح صح؟ اعترف يا صالح لو سمحت شوف الكرت مو معقول الاشياء اللي بتسويها في الورق يا صالح يعني قديش انه العاب كثير ممكن تطلعها طلع الكرت الوحيد المقلوب وانشال من يده جاء في يدي انا ما حسيت بأي حاجة طب هي هذه الكروت ملبوسة؟ طب صالح انا عارفه انه 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 طبعا هذا يعني سر المهنه وانه انت يعني هذه مهنتك وانت اوريدي دارسها زي ما انت بتقول انه انت كنت في نيويورك بتدرس الالعاب الخفه. طب معلش فعلا عندي فضول اعرف انه انت كيف عملت الحركه دي؟ هي بس دي يا غزل ما تقول سرك لاحد طيب راح اسوي حركه شبيهه فيها وراح اكشفها بدون تنويم كل حركه راح اكشفها لا شبيهه فيها بدون تنويم تمام؟ انت دحين نومت وانت بتعمل الحركه؟ ايوه طب انا نومت طب هم ما ناموا خدرنا احنا كده كيف الكل كيف مش الموضوع؟ كلنا نومنا كلنا نومنا تتوقع المشاهدين ناموا؟ ناموا هيا يا شيخ اختاري اي كرت استنى ابغى اخذ من اخر الكوتشينه اوكي احفظي استقعاد شرير وري المشاهدين تمام؟ اوكي حطي في المكان حطيتي في مكان طيب شوفي اذا قلت لك الحين مجرد اني اطق اصبعي راح ينقلب كارتك في المجموعه كامله تصدقيني؟ والله بعد اللي شفته اصدقك طيب شوفي معي ايه هذا سحر طيب راح اشرحها لك كيف صارت الحين طبعا اول حاجه احنا يوم اسمع مني نصيحتي ما تعطي سرك لاحد لا هذا شيء عادي بسيط طيب. مره سهله بس انت تشوفونها صعبه اهم حاجه في الخطبه يوم اجي انا اسوي لك خدعه احاول اموهك بالكلام اكثر شيء في اللحظه اللي اموهك انا في الكلام قلبت اخر كرت عندي في المجموعه بهذه الطريقه
فعلت اني صارت الكروت كذا. قلت لك اختاري اي كرت، تمام؟ انت اخذتي مثلا اخذنا مثلا في اللحظه اللي اخذتيها انا قلبت الكروت كذا بطريقه سريعه، تمام؟ الحين كل الكروت وجهها فوق الى أيوه. اخر كرت ايوه، قلت لك حطيه في اي مكان. طيب الحين حطيتي مقلوب، صار مقلوب هو في الوحيد الكرت مقلوب. في اللحظه اللي اكلمت قلبته برضه بطريقه سريعه، تمام؟ اوكي. فيوم امشي على الكروت راح يطلع كرتك هو الوحيد مقلوب. عشان كذا هي اسمها العاب خفه. خفيفه يدك خفيفه. يا شيرين مش بس العاب خفه، كمان هو شاطر في الكلام اللي هو كيف يعرف كذا مثلا يشتتنا. ايوه يشتت ذهنك انك انت ما تركزي معاه، سوي اعمل هذا يسمونه فن التضليل. اني اضللك في شيء وانا اشتغل في شيء ثاني. يا سلام نصاب. طيب راح نسوي حاجه في قراءه الافكار، تمام؟ طيب اختاري اي كرت، قولي ستوب بس. ستوب. خذي الكرت. اخذته. بعدين ذكرني ابغى اسالك على حاجه في الكوتشينه برضه. اوكي. حطي الكرت زين والكل شافه. برضه نفس الطريقه، قولي لي ستوب. انت عبير. انا؟ لا عبير. غزل. غزل. غزل ستوب. خذي الكرت. الكل يشوفه. تمام؟ تريد كرتك. ايش احطه؟ ايه. تفضل. نفس الطريقة. ركز معي. أنا قاعدة أدقق. مد يدك كذا. غزل برضه. ركز معي. اللي راح يصير الحين إيش راح يصير؟ إنك أنت راح تعلميني كرتها وهي راح تعلمني كرتها. أديك تفكرين في كرتها، تمام؟ أوكي. تقول لي كرتك رقم. أنا ولا أبي؟ هي مو رقم. أنت إيش دخلك؟ دقيقة، أنت فكري بس. أنت بس فكري. أفكر. أوكي. أنت إيش دخلك؟ أديك تفكري. نرفزتيني، خربتي الخفة. رقم أحمر. لا دقيقة، كرتها صورة أسود. إيش سبيت. صح. ولد السبيت. فكري بكرتها. هو بالأساس كرتها اللي رقم أحمر. دائما المعين ستة. نعم وهو كذلك. ما ادري ايش اقول صراحه. هذه ما لها شغل بالخف. لا هذه ما لها شغل. هذه قراءه افكار. هذه قراءه افكار. هذه كيف من جد؟ هذه يعني مثلا تعتمد على لغه الجسد، حركه العيون، علم النفس، تلعب دور فيه كثير. طيب صالح، دائما في لعبه نشوفها في الموفي اللي هي حقت الثلاث الورقات اللي هو فين البنت فين البنت فين البنت فين البنت. اوكي. نسويها؟ ايوه. تمام. هي اسمها ولا خليها السبت الجاي عشان نحمس الناس. من جد صح؟ What do you think؟ كيفكم؟ اوكي احنا نسويها في الفاصل. مين صالح؟ مره شكرا انك جيت انا وكنت معنا اليوم، ابهرتنا كالعاده. من جد. وحنشوف باقي اللي ابهرتني. انا سكتني امي. سكت عبير وابهرتني. وحنشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله المزيد من العاب الخفه حتشوفوها انتم مشاهدينا. حنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي. تعدد العنف وتنوعت أشكاله واختلف ضحاياه بين كبير وصغير، إلا أن القائم عليه عنصر واحد وهو الرجل. تحدثنا كثيرا وطالت النقاشات في هذه الأمور أملا في القضاء على ذلك العنف، إلا أنه باق ويتمدد بأشكاله. يا هي تمر بمسامعنا مرات عديدة طوال اليوم، وكأن تلك المرأة نكرة مجردة من الاسم حتى يستصغرها وتتمحور حول ذلك اللفظ. نعم، ذلك المصطلح ذو الأحرف القليلة أصبح ضمن نطاق العنف الموجه للمرأة. فما هي سبل الحماية والطرق للقضاء على هذه الظاهرة المتفشية في أعماق أنفس البعض؟
يمكن وداد قالت في التقرير يا هي بطريقة لطيفة وناعمة، ولكن هي للأسف تستخدم يا هي أنت، قديش بشعة هذه الكلمة. للأسف في المجتمع استخدم الرجال هذه الكلمة يا هي للسيدات، يمكن لزوجاتهم أو أخواتهم أو حتى بناتهم، ففيها جزء منها عنف لفظي. إيش رأيكم في هذا الموضوع؟ عنف، استهتار، ما كأنها إنسانة ولا هي بني آدمة. يعني عفوا، يعني حتى يعني هذه تنقال الحيوانات، هي هي إنه هش هش هش، يعني ما زوجتك، أم أولادك، اللي بتربي لك أولادك، كيف أنت يهون عليك إنك أنت تستهين فيها وتقول لها هي ولا روح، يعني إنك أنت تستهتر فيها كده. لو كل أب ولا كل زوج فكر إنه ممكن يجي زوج بنته يقول لبنته يا هي، ما عمر في يوم من الأيام حيقول لبنت الناس يا هي. أنا بلاش أعلق، لأن أنا لما أفعل أنت يعني عارفة. أنا من وجهة نظري هي الفكرة أخلاق، كيف تربيت أنت في بيت أهلك كذا أنت بتتعامل مع الناس. لما أنت أكيد أنت أبوك في البيت بيقول لأمك يا هي، وأنتوا كبرتوا تقولوا أنت لأختك تقول لها يا هي. فلما تزوجت بعد ما صرت تمون شوية هل هي فقط تلفظ للمرأة؟ يعني هل مثلا بس عذرا غزة اللحظة شوي، خليني بس أقول حاجة. لو هي من البداية ساكتة فهذا الخطأ الحق عليها هي. يعني أنت مجرد ما يقول لك كلمة غلط توقفي عند حده، لما تبدأي تسكتي هو يبدأ يتمادى. هذا اللي أنا أعرف، اللي أعرفه مزبوط. لما أنت تسكتي أكيد هيتمادى، سواء كان زوج، أخ، إيش من كان يكون. العنف ضد المرأة بأي شكل كان من الأشكال ممنوع، فوربدن، محرم، خلاص يوقف. طب هل تتوقع يا عبير أنه العنف اللفظي زي كلمة يا هي ممكن يتطور ويصير إلى عنف جسدي مثلا؟ طبعا. أنت دحين تقولها يا هي لسه ما مديت يدك عليها، هذا لسه، عرفتي؟ لما هي تبدأ تسكت بعد كم يوم مثلا أو بعد فترة، يا هي تعالي أنا بناديكي ما بتسمعي؟ لا ما سمعتك مثلا بشتغل أو بكلم أو جالسة مع الأولاد. طب طخ، عرفتي؟ كده طبعا يتطور الموضوع، يتمادى يتطور الموضوع. بس هو بقول لكم هي انسانيا، يعني ما يصير انه انت حتى يا ستي احنا بلاش نتكلم بس انه على مثلا حكايه العنف، عنف الزوج للزوجه. حتى انسانيا بين الناس في التعاملات كثير، مثلا انا اشوف في المحلات لما تيجي مثلا ولا يبغى يجي ينادي صاحب المحل او اللي يشتغل في المحل ولد، في احد ينادي ولا يا هي ممكن ينادي هي انت فجيب لي المقاس الفلاني، ولا ولد جيب. انا مره والله العظيم يعني انا ما انسى لا يمكن الموقف ده، في المحل وجالسه ومشغوله وكذا وبختار اغراض واسمعها تنادي ولد ولد ولد، فجالسه بشوف انه بتنادي ولد، في معاها ولد صغير؟ لا، هي طلعت بتنادي البياع اللي في المحل ولد جيب لي المقاس الفلاني. ولد، انا اتفق معاكي، لو سمحت، إذا تكرمت يا ستي. يعني فين اختفت كلمة لو سمحت بالزبط. من فضلك إذا تكرمت، ليش؟ إيش المشكلة إذا استخدمنا هذه الكلمات؟ ما هي جزء من أخلاقنا وديننا، يعني إنه نتعامل مع الناس بأسلوب حسن. ولا يعني عفوا اللي ينادي العاملة المنزلية يا بنت صح؟ يا بنت مزبوط؟ لا صدقيني في الأخير هي تربية وأخلاق. يعني طالما يعني إذا شخص كبر على هذا الشيء في بيته أكيد هيستمر فيه، هيستمر معاه إلى ما يبدأ يختلط في المجتمع ويجي أحد يقف عند حده. هذه هي المشكلة، أنت تقول لي مين يا هي؟ إنه ينقل الفيروس للمجتمع والمجتمع خلاص يبدأ يتداول هذا الموضوع ويصير حاجة عادية، لدرجة إنهم يستغربوا إنه لو قلتي لو سمحت، يستغرب اللي قلت له لو سمحت انا خلاص صارت معتاده بالضبط. يعني صار العادي والطبيعي هي يا هي او هي انت، اصلا حتى لو شافك ناديتيه بادب يستغرب. يستغرب عفوا ما سمعت. أيوه. حتى لما تاخذ رقم شكرا شكرا عفوا، اتذكر انه في كلمه عفوا هذه في كلمه كمان ثانك يو سير، لما تقولي سير مين سير انا اللي يعطيك النظره اللي يعني يستغرب. يعني صح. مره شكرا ان انت قلتي هذه الكلمه للاسف. هي شوفي فعليا هي اخلاق، هي تربيه في الاخير. بعدين اللي عل القلب انه الانسان يعني في ناس بتكبر وقد ما كان في ثقافه اجتماعيه وتوعيه اجتماعيه، الا انه في البعض يعني من فئات المجتمع متمسكين بهذه العادات السيئه جدا اللي عندنا. يعني ماني عارفه انت ليش لدي الدرجه. اكيد 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 شوفي ما في دخان بدون نار، الا ما يكون انت طيب
تأثرت كثير بدي كلمة وأنت صغير. ما هو يا كنت بتسمعها أحد يقولها يا أحد بيقول لك هي. بعده هو. شوفي إيش رأيك كيف نقدر نحل هذا الموضوع عندنا في المجتمع بما أنه الكل أو ما نقول الكل كثير بيسوي لدرجة إن الناس يستغربوا إنهم هم غلط إنه هذا شيء غلط. الأطفال. التربية قصدك؟ التربية يا ريم بداية من الأطفال، يعني دحين هم هيكونوا جيل بكرة، هذا الجيل لازم ننشئه ونربيه تربية مرة كويسة. يعني أنا أقول لك في البيت ممكن يعني يجي أحد يقول مثلا ها ها، يعني متعارف عندنا في السعودية نعم، يعني ها يعني نعم. ما أدري فين سمعتها أنا بنتي، إحنا ما نقول هذه الكلمة عموما في البيت، فما أدري فين سمعتها، فجت مرة بناديها قالت لي ها، قلت لها إيش ها؟ ما نقول ها، نقول نعم. لما فمرة جت وقالت لي ها بعدها، فقلت لها ايش؟ قالت لي نعم. عرفت انه غلط. فانت لما تبدأ توعي هذا الجيل اللي هم الاطفال، الجيل اللي هم فعلا هيمسكوا زي ما كنا بنحكي امس مع استاذة امال عجلة التنمية، هم اللي هيمسكوها بقوة وقتها، لما انت تبدأ توعيهم من منذ الصغر هيكبروا خلاص على الشيء صح، لا هذه كلمة غلط ما تنقال. It's not attitude أصلاً، مش سلوك تربوي إنه أنت ترد بها أو تنادي أحد تقول له يا هي أو تقول ولا. بس هي الفكرة تحديداً إنه من جد ما يصير الزوج ينادي زوجته قدام أولادها. طبعاً يا جماعة في ناس يكونوا يعني ستات كبار، يعني ست كبيرة في السن وتصير يعني فعلاً تتمسخر من زوجها قدام أولادها وقدام مثلا ازواج بناتها وقدام زوجات اولادها. اهانه بالضبط، تهان، قله ادب. هل انت كاب تقبل انه زوج بنتك يقول لها كده؟ بس بالضبط. انا عندي اقتراح اخير انه نفعل هاشتاج يا هي، اي عامل او اي ست او اي زوجه او اي اخت واحد يقول لها يا هي تقول له لا انا مش يا هي، انا ريم، انا فلانه، ناديني باسمي. وحتى العمال في المحلات انا صراحه مره اتضايق لما احد يجي يقول لهم هي انت لو سمحت، قل لي لو سمحت، قل لي من فضلك، انتوا ردوا عليهم وانتوا علموهم انه ده شيء غلط، ترى ما فيها شيء. لازم يعني لازم يكون في صد، لازم احد ياخذ موقف. العامل اللي في المحل لو احد جاء قال له يا هي لا ترد عليه، ببساطه اعمل نفسك انك انت ما انت شايفه، شففه. عموما هو تخيلي ما ادري اذا تعرفوا هذه الاغنيه ولا لا، لكن الكلمه هذه فعليا متداوله لدرجه انه في اغنيه اسمها يا هي. لا والله جميله كمان. مشاهدينا نطلع فاصل. ما قدرت اصبر وجيت قبل موعدنا بساعة، والغريب اني لقيت تنتظر قبلي بساعة. ما قدرت اصبر وجيت قبل موعدنا بساعة، والغريب اني لقيت تنتظر قبلي بساعة. دامك انت مثلي مشتاق ليش دايم بيني نفرة، دامك انت مثلي مشتاق ليش دايم بيني نفرة. ليه مكانك مو مكاني، ليه زمانك مو زماني، ليه تاركني أعاني، ليه متى والوقت صرى. ليه مكانك مو مكاني، ليه زمانك مو زماني، ليه تاركني أعاني، ليه متى والوقت صرى. قدامك انت مثلي مشتاق ليش دايم بيني نفرة. الله سلطان، كيف صوتك؟ رائع، ابدعتي.
طبعا مشاهدينا مع فقرة الطرب حقت يوم السبت حقتنا وسبتنا فلة، سلطان المحسن يطربنا اليوم. أهلا وسهلا فيك سلطان. أهلا وسهلا فيكم، منورنا يعني من جدة. صدمتنا يعني، ما هذا يعني يشرفني ويسعدني ان شاء الله اني اكون معكم مضيف خفيف. ابدعت صراحه كده في احساس في الاغنيه، يعني جدا انسجمت انطربت، ما كان في حاجه مثلا مزعجه او كده، لا يعني ابدعت سموث سموث الولد ما شاء الله عليه. طبعا سلطان انت بتغني صار لك 7 سنوات تقريبا، وكيف اكتشفت هذه الموهبه؟ والله كل شخص بداياته له لازم يكتشف نفسه في وقت من الأوقات إنه هو عنده صوت جميل أو عنده موهبة معينة شيء من هالقبيل. فأنا تقريبا من عائلة فنية يعني. جميل. فحصلت الدعم من الأهل من الأسرة والحمد لله يعني. الحمد لله، يعني هي جينات متوارثة وحين من الفن جينات متوارثة، سواء كان غناء رسم عزف على الموسيقى. صح. طبعا نحب كمان نرحب بعزف البيانو وعزف العود، طبعا عود أوتوماتيك صح أو شيء زي كذا. عود كهربائي. كويس، برافو عليك. إلكترونيك. أوتوماتيك. محمد أبو شافي وبكر. أهلا وسهلا فيكم طبعا. يعني كمان بندر. يعني أبغى أعرف كمان منك سلطان إنه كيف دمجت العود، أو تحبيت تدخل خصوصا العود الإلكترونيك العود الإلكتروني في الغناء؟ والله شوف، العود له نبرة عند كل فنان لما يغني يحس أقرب ما للعود، عرفت شلون؟ فالعود شيء أساسي للفنان. في فنانين يعزفون حتى على الآلة الموسيقية اللي هي العود والأورج، ولكن أنا ما أعزف للأمانة، ولكن العود مقرب للقلب كثير يعني. في الغناء الخليجي قصدك تحديدا؟ كل تقريبا في كل العربي بشكل عام. العربي بشكل عام يعني. طب سلطان، مين أكثر مطرب أنت يعني نقدر نقول اتخرجت من مدرسته؟ والله أنا أميل للطرب أكثر من الأشياء الباقية طبعا، مثل السريع الأغاني الخليجية المسرعة الأغاني، أنا ميل للعدني الشيء الطرب الأكثر يعني. أوه، تعرف تغني عدني؟ كمثال أبو بكر سالم يعني أستاذ الله. كبير وتقريبا أنا يعني إحنا دحين نقول إنه أنت أستاذك يعني اللي تحسه الشخص اللي المقرب لي أبو بكر سالم؟ نعم. طب سمعنا شيء لأبو بكر سالم. لازم نسمع لأبو بكر سالم. نعم تفضل. أبشر. بس ان شاء الله يعني نفس هذه نفس نحاول تضبطها عشان هغني معك. لا يا ريتني بدلت معاكي ما دام انك انت ناوي تخشي. لا لا يعني انا اسوي كذا وهو يغني بس. بس اللي حبك معي بلقيه زادي ومرافقي بالسفر، بس اللي حبك معي بلقيه زادي ومرافقي في السفر، بتلذد في ليك يكفي بلادي في مقيلي والسماء، وانت عساك عاد بتذكر ودادي وين هزه الشوق، سل عن نشيدي وفني كل وادي في مقيلي والسمر، وبتلذذ بلوق يكفي بلادي وين هزه الشوق، سل عن نشيدي وفني كل وادي في مقيلي والسمر. الله الله يعني شوف حتى يعني الجدود المجهوله اللي عندنا قاعده تصفق. سلطان من جد اطربتنا. سلطان خليني اسالك، يعني 7 سنين من الاحتراف في الغناء وما شاء الله هذا الصوت الجميل اللي عندك، ليش ما اصدرت اغانيك الخاصه الى الان؟
والله احنا في وضع من ناحيه الفنان تعرف لما يجي يبدا لازم يكون في شركه انتاج، لازم يكون في مؤسسات طبعاً. لازم يكون في شيء. احنا شغلنا يعني ما لقيت شركه، ما في شيء يعني رسمي او اساسي انه ينقل الفنان. الفنان لما ينتقل للمرحلة هذه يكون في شيء دعم له اكيد، فاتمنى انه يجي الدعم. يعني معقوله 7 سنين وما ما في احد عرض عليك دعم؟ ما 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 اتوقع اني توفقت في شيء، يعني ما ادري ممكن تكون من يعني من هنا البدايه تكون ان شاء الله حلوه فعلا. سلطان ان شاء الله باذن الله يكون برنامج سيدتي منصه تنطلق من بعدها الى عالم النجوميه والفن. ابدا اذا جت الفرصه المناسبه انا اكون تستاهل اكيد، وانت تستاهل وانت مكمل معانا. لكن مشاهدينا فاصل راجعين. متيم في الهوى يروي حكاية حب مخفية مع من عاش وياه، ولولا الأمر ما يحوي ما قلت الذي بيا بعدين عز القيام. لقيت القلب يهواهم خطايا والخطأ ما هو خطاهم، مكتوب الشقاليا معاهم صادقني. خطايا والخطأ ما هو خطاهم، مكتوب الشقاليا معاهم صادقني. الله الله الله، يعني فعلا ابدعت سلطان على فكره. هو كان بيفاجئك بيفاجئك ما تعرف في يعني ودنك موسيقيه. ايوه تفضل كمل سلطان. لا ادخل على الايقاع طلبنا. ايوه طيب احنا كمان هنختم مع سلطان المحسن. مره شكرا على تواجدك معنا اليوم وكل التوفيق لك، وان شاء الله يا رب زي ما قالت غزل يكون هذه منصه من برنامج سيرتي انه احد يكتشفك. شكرا لاستضافتكم وان شاء الله كنت ضيف خفيف ان شاء الله. طبعا اكيد خفيف خفيف لطيف بس جدا. احنا هننهي معاه باغنيه طبعا. أيه. لازم لازم. مشاهدينا انتهت حلقتنا اليوم، نشوفكم بكره لربما. يا رب لربما لو هزك الشوق بتجين وتعاندي ظروف وقتك يا ترى. لربما بعد الغياب بتسألي ولا زماني ما على بالك طرأ.